ربنا يخليك، ربنا اتفضلي. يخليك. معلش اصل انا حضرتك كنت قصيت كانسر في البريست والغدد النفعيه الناحيه اليمين، وللاسف الشديد كنت خدت جلستين بس وشعري وقع. فالصراحه يعني كان جوزي بيبعت لي، وبعد كده قلت له لا انا مش هاخد تاني، فمحدش نصحني ان انا اخد تاني، طيب. يعني كلهم قالوا لي خليها على الله وكده. فبعد كده حضرتك ارتد عليا بعد فتره بشده في اكتر من مكان في عظمي، طيب. في عظمه الهيب اللي هي عظمه الحوض، وعظمه الهيب اللي فوق اللي عند الكتف، نعم. وعظمه القص اللي ما بين القلب يعني طب البطن الايمن ايه والبطن السؤال الايسر. يا امي؟ الله يرضيك ويشفيك ويعافيك ويجبرك اللهم امين بجمبريتي. يا رب العالمين، ايه اللهم السؤال؟ امين. حضرتك دلوقتي انا وصلت لمرحله ان انا جالي في المخ، من غير عياط، طب بس من غير طبعا عياط. شويه يعني خدت اشعاعي. هو وصل بالراحة يا امي، بالراحة بالراحة. هو وصل بس لمرحلة في المخ دلوقتي، صح؟ خدت طيب. اشعاعي حضرتك، نعم. وجالي جلطه قبليها عظيم في 20 بالظبط، في يناير 20 جات لي جلطه، وكنت على ترابيزه يعني مضي اختي عشان جوزي ما كانش في القاهره، كان في دبي. وحضرتك مضوها تعهد ان هم ما لهمش ذنب يعني لو انا حصل لي وفاه، طيب. وكلمته وهي بتعيط، فانا كلمته قلت له خليك، بس هو ما خلاهوش يعني افرد هناك يعني. انا عندي بنتين، عندي رانا وسنة. انا بفتكر الحاجات القريبه بس البعيد ما بفت... يعني بفتكر البعيد قوي بس ما بفتكرش القريب، بيتوب مني القريب. طب ايه السؤال؟ فحضرتك انا يعني لما ما جاش انا زعلت برضه، انا عشان ولاده يعني لو حصل لي وفاه ممكن يجزعوا ويتخضوا، كان نفسي برضه يبقى معاهم يعني. بس حضرتك انا باختصار كنت طلقت مرتين في دبي شفهي، ومره في القاهره، بس في القاهره قال لاخواتي كلهم. يعني هو زوجك منفصل عنك دلوقتي؟ بص حضرتك هو مش راضي يقتنع ان الطلقه الثالثه دي لازم اخد ورقتي حضرتك وبتحرموا عليه، حتى لو مش هتجوز حد تاني طيب عشان طيب خاطر بص بص بس يا مرانا، صلي على النبي، صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام يا اهدي رب. اهدي بس واسمعيني زي ما انت سامعاني. ويعني حاضر. معلش، اقفلت يعني. انت كل قصتك في الطلاق، صح؟ صح؟ ما مرضت، هو صح؟ 3 مرات شفهي. طيب. بص يا امي، اقفل التليفون خلاص واسمعني بالتلفزيون. مش انت انا بس قدام عاوز اقول لحضرتك حاجه واحده بس قدامي؟ من نعم، فضلك. اتفضلي اتفضلي. التالتة حضرتك كان في القاهره حاضر. وقال لاخواته، وقال ان هو راح لشيخ هو واخوه، بس انا ما سمعتش حاجه خالص، انا ما طيب خدنيش طيب طيب نهائي. طيب هو وحتى حضرتك بنت اخته كان قعدوا في كافيه وقال لها دي جننت، شفتي لما هي زعلانه بالطلاق، وكان عند بنتي ميس قاعده على السفره سمعت طبعا للاسف الشديد، مع ان كان الموضوع طب حضرتك هو يا تافه مرانا جدا. يا مرانا، هو معترف اتفضل. معترف بالطلقات ولا مش معترف؟ لا معترف حضرتك، معترف طب ايه الإشكالية في كده دلوقتي؟ ان انا عاوزه الطلاق يا حضرتك، طيب حاضر. عشان هو بره حرام ان مصر. انا حرام ان انا نبقى تحت بيت واحد، في بيت واحد يبقى عايش معايا. طب بالراحة، بس هو قاعد معاكي دلوقتي في مصر؟ لا يعني هو بره. طيب. انت دلوقتي مشكلتك ان هو، طب انت لما تتطلقي هتروحي فين؟ حضرتك يعني ان شاء الله في بيت تاني باذن رب العالمين، بس انا عاوزه يبقى بناتي معايا يعني، طبعا معايا ومعايا عشان ما ننساش قول الفضل بيننا يعني، احنا قضينا على قضينا زي ما حضرتك قلت طيب لبعض يعني. حاضر. طب اسمعيني من التليفون عشان من التلفزيون عشان ما اطولش على حضرتك. حاضر. حاضر. وانا هجاوبك تفصيلا. فيه الطلاق دائما اقول لا تعرض على شاشات التلفاز، وغرف النوم لا تعرض على شاشات التلفاز. قضية، انا عارف ان انت خايفة من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تتجمعي مع راجل محرم عليك تحت سقف بيت واحد. فيا رب الراجل يكون سامعني يا حبيبي. انا ما اقدرش احكم ان انت مطلق الست دي ولا لا، لان انا ما سمعتش منك انت قلت ايه ولا تقصد بايه ولا ايه ملابسات الموضوع. هو انتوا هتحللوها مشايخ؟ لا مش هحللها، بس انا لما اشوف الانسان اللي قدامي اعرف الانسان ده عاقل ولا مجنون، هادي ورزين كده زي الاستاذه رانيا، ولا شعنون زي حالاتي، مجنون في عصبي شديد كلمة تجننه. لا ده يفرق. هل هو متزن ولا مش متزن؟ هل هو مريض؟ قد يكون المرض أنواع، مريض سكر،
من درجات يصل بها الحال انه يفقد عقله ويغيب وعيه ويحصل له اغلاق، هل مدمن؟ امور كتيره جدا بتتحكم في قضيه الطلاق، هل هو معترف ولا مش معترف؟ انا ما سمعتش منه، سمعت من الزوجه، وكلام الزوجه لا يؤخذ عند اي احد من اهل العلم. يا رب تيجي وتجيب مصر كلها شهود معاها، القول قول الزوج في هذه القضيه اولا واخيرا. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب الاخ الكريم يرجع وياخد زوجته ويروح لدار الافتاء المصريه ويقول واحد اثنين ثلاثه، ولها ان تحدد ما تحدد دار الافتاء المصريه فلا كلام بعدها، ولا يجوز ان ناخذ حكم الافراد في قضايا الاسره. ما ينفعش اننا نرجع للشيخ محمد ابو بكر اللي هو ليه مذهب او مذهبين او ثلاثه، او الشيخ حسين اللي ليه مذهب او اثنين او ثلاثه او مثلا، لكن دار الافتاء بيبقى فيها اكتر من واحد جمعين ثمان مذاهب ويمكن اكتر، فربما يجدوا لك مخرجا ان شاء رب العالمين. طيب الام الكريمه مش عايزه تعيش معاه، تلجأ للقاضي، وتلجأ للقاضي وتقول له بقى إما أن ترفع قضية طلاق، حاضر، إما أن ترفع قضية طلاق، وإما إن هي ترفع خلع.